كان انتوا قاعدين هنا في المسجد من ساعه ما العقار من يوم مارتي العماره قالوا هنصلحها والحد جاي ونصها واقع عيني جنبيها خايفين نطلع انا مش عايز حتى اللي هو انا بنتي الجماليه من عندك وبنتي حتتك واقف جنبنا هم ما حدش هيقف جنبنا عايزين نوصل صوتنا للسيسي يسهر فين؟ حاجة غريبة وكل حاجة غريبة. انت باسمك ايه طيب مع الناس طيب؟ طيب في حد طيب في مصر؟ لا كلهم واقفة من تحت أول دور وآخر دور وتاني دور بس احنا الحمد لله محدش فينا عارفين بس احنا كل حاجة راح ولا هدوم ولا أي حاجة ولا أي حاجة قاعدة في الجامع هنا بقالك قد إيه؟ أنا كل حاجة راح يوم الخميس كل حاجة راح بقالك قد إيه في الجامع؟ بقالي 8 أيام بقالك قاعدة في الجامع بقالي 8 أيام قاعدة في الجامع حتى أهلي في الشارع ماليش حاجة